نعم هناك في العد حتى هذه اللحظة تفوق كبير لكاملا هاريس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. لا نعرف عندما ينتهون من العد ماذا ستكون النسبة، ولكن مؤشرات تؤدي حتى هذه اللحظة أو تشير إلى تقدم كبير لهاريس. لا أعتقد أن النتائج ستكتمل هذه الليلة، لأن ثلاثة أقسام أو مراكز اقتراع سوف تأخر حتى الساعة 10 مساء، الآن هي الساعة 8:30، لذلك أمامهم حتى يعني ساعة ونصف من الآن حتى يغلقوا الأبواب ويبدأوا في العد في ثلاثة مراكز. ليلة طويلة، ولكن تقدم هاريس حتى هذه اللحظة يؤكد فرصتها الكبيرة في الفوز بفنسلفانيا. إذا فازت هاريس وتأكد هذه الأرقام واستمرت في مكاسبها وفازت بعد ذلك بالولاية وأيضا فازت بولاية كارولينا الشمالية أو نورث كارولينا، فإن ذلك سيجعل الأمر صعبا جدا على دونالد ترامب الوصول إلى البيت الأبيض. لا نتكلم على الولايات الديمقراطية أو الجمهورية والمحسومة والتي لا تؤخر ولا تقدم، ولكن هذه الولايات المتأرجحة ومن بين أهمها بنسلفانيا وكذلك نورث كارولينا وكذلك جورجيا. جورجيا انحسمت الآن تقريبا إلى ترامب، ولكن إذا فازت هاريس بنورث كارولينا فذلك وبنسلفانيا سيسهل مهمتها بصورة كبيرة. أما إذا خسرت الاثنتين فعلى حملتها السلام فعلا. نعم. إذا ربحت نورث كارولينا وخسرت بنسلفانيا هناك طرق أخرى قد تصل بها إلى البيت الأبيض، ولكن فرصها ستكون ضئيلة جدا. نعم. هناك الآن استعدادات من فريق ترامب وقدموا طلبات في المحاكم هنا في بنسلفانيا، يتهمون بالآخرين الديمقراطيين بالغش في آلاف الأوراق الاقتراع، وسنرى إلى سنصل بهذا الأمر. حاكم الولاية وكذلك المدعي العام للولاية ورئيس جهاز الشرطة سيد فلوزيان كلهم أنكروا ذلك. نعم. حتى هذه اللحظة ولا توجد أي أدلة على وجود احتيال أو تزوير. نعم. بنسلفانيا مهمة جدا، ولا بد لهاريس من الفوز بها لتحسين فرصها، ويبدو أنها على الطريق السليم للفوز بها.